اهلا بيكم متابعي في الجول دوت كوم في لايف جديد عبر فيسبوك. النهارده الزمالك ضمن تاهله رسميا الى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تعادل زيسكو الزامبي وبريميرو دي اجوستو الانجولي 1-1، وبالتالي الزمالك مش مضطر ينتظر للجوله الاخيره عشان يحسم تاهله. الزمالك خلاص حسم تاهله بعد 24 ساعه من التعادل امبارح قدام مازيمبي، بينما مجموعه الاهلي تعقدت وازدادت سخونه بفوز الهلال خارج ارضه على بلاتينيوم 1-0، فبالتالي الهلال وصل لتسع نقط وتساوى مع النجم الساحلي، وبرشلونة خسر في مباراة مفاجأة قدام فالنسيا 2-0 على ملعب المستايا، وبقى مهدد بخسارة صدارة الدوري الإسباني لو ريال مدريد تعادل أو كسب بكرة. أنا زكي السعيد ومعايا عمرو عبد المنعم، وهنكلمكم عن التلات ماتشات دول النهاردة في اللايف اللي احنا طالعين فيه. ازيك يا عمرو؟ ازيك ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الزمالك مش مضطر يستنى لآخر جولة خلاص، رغم ان هو اتعادل امبارح مع مازيمبي في ملعبه، لكن النهارده نتيجه المباراه الثانيه قدام بين بريميرو وزيسكو صبت في صالحه. يعني النهارده شفنا فريق بريميرو ما قدرش يكسب زي ما كان، لو كان كسب كان ممكن المجموعه تبقى محتاجه الزمالك، هيبقى رايح هناك ماتش مع بريميرو اجوستو محتاج ان هو يعني يتعادل على الاقل او يكسب عشان يضمن الصداره، او حتى لو كان هيخسر لو كان خسر 1-0 حتى 1-0 يعني كان هيبقى رايح محتاج حسابات، بس هو كده خلاص ارتاح من الموضوع ده كله، هيروح هناك مرتاح يلعب ماتش بكل راحه. اللعيبه هتبقى رايحه هناك مش مطالبه انها تكسب، طبعا مش مطالبه انها تخسر، بس هو خصوصا ان هو كمان ما عندوش اي امل في الصداره الزمالك. تمام كده، فهيلعبوا عادي بقى، ممكن الماتش يبقى بالنسبه لهم اللي هو ايه يعني يزودوا خبرتهم الافريقيه اكتر، الاحتكاك مع الفرق بتاعت افريقيا، ويبقى استعداد كويس لدور الثمانيه. هل انت شايف كارتيرون محتاج يريح اللعيبه في المباراه دي، في المباراه الاخيره؟ ممكن يدي لعيبه فرصه، يعني اللعيبه البدلاء ممكن يديهم فرصه، لعيبه مثلا زي واحد زي اسلام جابر، عمر السعيد، كاسونجو، كاسونجو لسه يبقى اول ماتش ليه، ممكن يدي اللعيبه دي فرصه، يعني محمد حسن مثلا، اللعيبه اللي هي لو او مثلا محمد عبد الغني، اللعيبه اللي ممكن لو ايد حارس ولو جنش جاهز ممكن يلعب. انت شايف المجموعه كانت قويه بالشكل الكافي؟ لا، هي من مجموعه من تاني ماتش تقريبا، وبان ان هي المنافسه بين الزمالك وبين مازيمبي والفرقتين التانيين بره الحسابات خالص، يعني هم لحد خامس ماتش كان كل واحد معاه نقطتين بس، فخلاص يعني كان المنافسه اتحسمت بشكل كبير ما بين الزمالك ومازيمبي من تاني ماتش تقريبا او من تالت ماتش. هو مباراه النهارده بين زيسكو وبريميرو دي اجوستو كان مستواه الفني ضعيف جدا، وكان ما شفناش حتى بريميرو دي اجوستو ما كانش قريب في اي لحظه من الماتش ان هو يتاهل، يعني هم حتى بعد ما سجلوا هدف التعادل بعد خمس دقايق كده او حاجه كان يعني بداوا يهاجموا شويه مثلا ان هم ممكن يجيبوا جون تاني، بس خلاص بعد كده رجعوا تاني ونزلوا بمستوى، والماتش بقى اغلبه في نص الملعب، ما فيش اي فرص كتير، ما فيش اي حاجه خالص يعني اعتقد حتى التاهل لما كانش اتحسم النهارده للزمالك كانت فرص الزمالك كبيره في اخر جوله قدام بريميرو دي اجوستو، لان هو فريق مستواه الفني مش عالي جدا يعني. يعني نفس مستوى زيسكو تقريبا، فما كانش فيه يعني حتى لو كان كسب النهارده، وده كان صعب طبعا، كل الناس شافت الماتش كان الماتش مستواه متوسط، ما كانش يقدر يكسب الزمالك في انجولا 2-0 خالص يعني. طيب انا هقرا شويه كومنتس على تاهل الزمالك وبعدين ننقل الكلام على مجموعه الاهلي. ابرام هنا بيقول مبروك، ابرام حنا بيقول مبروك للزمالك، ابو محمد المسلماني بيقول كل التوفيق للاهلي والزمالك، يا رب سترك، بيقول ان شاء الله الاهلي هيصعد باذن الله. ابرام حنا بيقول زملكاوي افتخر، روحي بيقول ان شاء الله تطلعوا لايف واحنا واخدين البطوله، فاظن هو زملكاوي. في احمد ميجا بيسال توقعاته من الفريق في الجوله الجايه، يعني هو اعتقد بقى على حسب القرعه، يعني الزمالك بنسبه كبيره خلاص، يعني الزمالك هيلاعب متصدر، فهيلاعب حد متصدر اللي هم الترجي، سان داونز، مين كمان؟ مجموعه الاهلي. ومجموعه الاهلي يعني بنسبه كبيره ممكن يكون النجم يعني، بس كل حاجه وارده لسه كل في مجموعه الاهلي بالظبط. يعني مجموعه الاهلي لسه فيها، يعني ممكن نشوف ديربي في ربع النهائي بين الاهلي والزمالك، فاعتقد ان الماتشات هتبقى صعبه يعني في الدور الجاي، يعني خصوصا لو قابل حد ما بين الترجي او سان داونز، يعني هم من اقوى الفرق في افريقيا دلوقتي ومستواهم ثابت بقى لهم كذا سنه، فالماتشات معاهم هتبقى صعبه جدا يعني. محمد سامي بيقول الزمالك في النهائي، احمد بيسالنا الاهلي ممكن يقع مع الزمالك لو الاهلي تصدر مجموعته، وده شيء لسه في المتناول، يعني هيبقى وارد ان هو يقع مع الزمالك، هيبقى نسبه وقوع مع الزمالك 33% تقريبا،
لان هو هيبقى الزمالك قدامه ثلاث ثلاث منافسين، اختيارات ثلاث بس والاهلي اختيارات، ثلاث اختيارات بس. فتبقى نسبة مش قليلة، وممكن فعلا اهلي يلعب الزمالك في ربع النهائي في في افريقيا. ابراهيم صلاح بيسأل ما بعد دوري المجموعات هتكون بالقرعه؟ يا ابراهيم بتبقى فعلا قرعه، وبتبقى في نفس القرعه بتبقى موجهه للادوار اللي بعد كده، يعني في نفس القرعه هيتعمل قرعه دور الثمانيه، ومنها اللي هيبقى يتحدد الاربع ماتشات وهيتعمل قرعتهم لدور النص النهائي، والنهائي كده كده هيكون ماتش واحد مش زي السنين اللي فاتت ماتشين، ولسه ما تحددش الاستاد هيتلعب فين يعني. طيب عشان ننقل على الاهلي، مايكل عادل بيقول الاهلي لو اتعادل بكره يخرج، الكلام ده صحيح؟ الاهلي لا، لا محتاج، لو كده لو خد الاهلي اربع محتاج نقط ايه؟ الاهلي محتاج اربع نقط عشان يضمن ان هو يصعد. فحتى لو تعادل مع النجم هيبقى قدامه بس لسه محتاج فرصه تانيه، يكسب بس بيكسب الهلال. الهلال في السودان، وطبعا الهلال دلوقتي بعد مغير المدرب يعني عندهم حاله استفاقه كده، وكسبوا النهارده ماتش في اخر 5 دقائق، فاكيد الماتش في السودان هيبقى صعب، فعشان انت تصعد لازم تحسم الماتشات بتاعتك على ملعبك كلها تكسبها، وبعد كده بقى تبدا تفكر في اللي جاي يعني. لكن انت ما تجيش تتعادل مع النجم هنا ولسه تقول بقى انا هفكر هروح اعمل ايه في السودان، طب ما انت تكسب النجم على ملعبك وتضمن بايدك كل حاجه، وبعد كده بقى تروح السودان تتعادل او تكسب انت شايف وتتاهل يعني. ان فوز الهلال النهارده كان مفاجأة؟ مفاجأة كان رغم ان مفاجاه بلاتينيوم فريق متواضع المفروض. فريق متواضع بس يعني بيلعب على ملعبه، وهو يعني في اغلب فرق افريقيا لما بتلعب على ملعبها بيبقى عندها زي عندها افضليه بالملعب بالاجواء بتاعتهم، هم حافظين كل حاجه فبقى عندهم افضليه، فكانت عندهم افضليه النهارده في كور كتير، وضيعوا ضربه جزاء وكان ليهم كذا فرصه، بس في الاخر قدر يخطف الماتش يعني في الدقيقه 84. بكرة الأهلي موقفه قدام النجم الساحلي، الأهلي خسر طبعا مباراة الذهاب، هي الخسارة الوحيدة للأهلي في دور المجموعات لحد دلوقتي قدام النجم الساحلي في أول مباراة، كانت مباراة صعبة جدا، ويمكن جمهور الأهلي ما اتضايقش قوي بالخسارة دي ساعتها قدام النجم الساحلي على قد ما اتضايق مثلا بالتعادل قدام بلاتينوم في الجولة لان ماتش النجم كانت ظروفه مختلفه يعني، الاهلي كان بيلعب كويس، طرد منه لعيب في اول مثلا ربع ساعه، كمل الماتش كله 10 لعيبه، وبرده رغم كده كان مسيطر على الكوره وهو اللي ماسك الاستحواذ وبيلعب وبيهاجم، ما كانش فيه فرص كتير قوي، بس هو اللي كان يعني بيتحكم في الماتش زي ما هو عايز بس يعني. هو لعب فتره طويله جدا ب 10 لعيبه بالظبط، يعني انا اشرف كان طرد في اول ربع ساعه، فالناس ما زعلتش عشان كده يعني. لكن ماتش بلاتينيوم كان الظروف مختلفه يعني، انت المفروض كنت انت رايح بقى وعارف ان انت محتاج تكسب، مش لسه اول ماتش في المجموعه، والشوط الاول كان مستوى متواضع شويه، وبعد كده بقى في الشوط الثاني بدأ الدنيا مع نزول كهربا واستفاقه مروان محسن، فكان الدنيا احسن شويه يعني، والاهلي كان ليه كذا كوره يعني ممكن يجيب حتى الجون الثاني. طيب محمد عبد الحميد بيوجه لك تحية وبيقول لك تفتكر دفاع الأهلي قادر على النجم خصوصا العامل النفسي، أنت شايف مين أنسب خط دفاع للأهلي قدام النجم الساحلي، أو مين أنسب قلبين دفاع يواجهوا النجم الساحلي؟ هو يعني مش من وجهه نظري بس، هو من وجهه نظر المدرب فايلر، هو بيحب اللعيبه اللي بتقدر تلعب كره على الارض، فاكيد هيفضل ايمن اشرف ورامي ربيعه، الا لو كان حد منهم عنده اي مشكله مثلا اصابه او حاجه ممكن ما يلعبش يعني. وانت ايه رايك؟ لا انت مالكش دعوه برايي بقى. ليه؟ هما يعني هو اكيد المدرب هو اللي شايف الانسب يعني، هو فايلر كلنا عارفين ان هو بيحب اللعيبه اللي بتلعب كره على الارض، وفي كل الماتشات اللي فاتت بيعتمد على ايمن اشرف في الموضوع ده عشان يبقى عنده يقدر يطلع طب هو يكمل انت لحد شايف نص الملعب. ان قلب الدفاع انسب مركز لايمن اشرف؟ لا يعني في خطه فايلر لكن في اي خطه تانية لا، هو باك شمال والاحتياطي بتاع علي معلول. طيب محمد محمود بيقول لازم يروح الاساسي، اظن هو يقصد الزمالك في اخر اكيد اخر مباراه. رفعت بيسالنا الزمالك هيقابل مين، لسه طبعا قرعه ولسه دور المجموعات ما خلصش اساسا، لسه في جوله سادسه هتتلعب وبعديها يشوفوا مين المتصدرين بتوع المجموعات، الزمالك ممكن يلعب اي من متصدري المجموعات الثلاثه التانيه، طبعا ما ينفعش الزمالك يلعب مازيمبي تاني اللي هو اللي معاه في نفس المجموعه، فهيبقى الخيار الاخر هو متصدر واحد من المجموعات الثلاثه التانيه، المجموعه التانيه زي ما قلنا الترجي، ترجي الترجي لسه ما ضمنش الصداره بس هو بس اتأهل، هيضمن النهارده يعني. اتأهل رسميا النهارده لكن ما ضمنش الصداره، وفي مجموعه فيها سان في داونز سان داونز والوداد برضو. دي اللي فاضل فيها مباراه واحده، والحسم هيكون في الجوله السادسه مين المتصدر، بنسبه كبيره هيكون سان داونز هو المتصدر، لان سان داونز محتاج يكسب او يتعادل في اخر جوله قدام وداد وماتش في جنوب افريقيا، فغالبا سان داونز هيتصدر المجموعه دي، ومجموعه الاهلي زي ما قلنا فهيكون الزمالك قدامه اختيار من الاختيارات الثلاثه دي. عبد الرحمن جمعة بيسألنا انتوا بتقروا كل التعليقات يعني، احنا قرينا تعليق تعليق. جورج بيسألنا هل ممكن الزمالك يتصدر؟ لا خلاص، الزمالك بتعادله امبارح قدام مازيمبي فقد كل فرص الصدارة،
كان ممكن يكسب مازيمبي وبعدين يكسب في الجولة الأخيرة، وكان هيبقى عنده فرص في الصدارة، لكن هو امبارح خلاص الصدارة حسمت رسميا لمازيمبي. وفي كذا حد برضو بيسأل مين اللي هيكسب البطولة، يعني اعتقد بس ان لسه التوقع بدري ده قوي. صعب جدا، يعني حتى بعد كده، حتى بعد دور الثمانية لما يوصل الأربعة النص النهائي هتلاقيهم أقوى أربعة في القارة، فبرضه هيبقى صعب ان انت تتوقع ما بينهم. يعني حماد عبد المنعم بيقول لنا عاوزين نعرف وضع الاهلي. الاهلي معاه 7 نقط دلوقتي، الأهلي 7 نقط، النجم تسع والنجم نقط 9 والهلال والهلال 9. 9. الأهلي بكرة يكسب خلاص هيبقى 10 نقط، هيبقى هو متصدر، بس خلاص هيبقى محتاج محتاج بقى الماتش تعادل الجاي في اخر مباراة. تعادل مع في السودان مع الهلال، لأن النجم بنسبة كبيرة هيكسب بلاتينيوم في تونس، فهيبقى 12 نقطة هيبقى متصدر. الا بقى لو حصلت معجزه يعني والنجم ما كسبش اخر مباراه، بس ده شيء مستبعد، والاهلي المفروض يلعب على نفسه مش على الاخرين. محمد مصطفى بيقول لنا كده الزمالك صعد، الزمالك صعد رسميا فعلا. محمد عثمان بيقول لنا لو خسر الاهلي بكره ايه اللي يحصل؟ لو خسر الاهلي بكره وضعه يتأزم جدا، لان كده النجم الساحلي هيوصل 12 نقطه، وهيبقى المنافسه بين الاهلي الاهلي والهلال، والهلال فالاهلي هيروح للهلال اخر الاهلي جوله. محتاج يكسب بقى خلاص، يعني لازم يكسب الهلال في السودان باي نتيجه ويصعد تاني مع النجم. عادل مختار بيقول لنا هو الترجي كده صعد خلاص، الترجي صعد من شويه لان الترجي صعد، بس هو كمان شويه هيتحدد موقفه، هيلعب مع هيتحدد هو الرجاء. هيتحدد اذا بس كان هيتصدر هيتصدر المجموعه ولا ولا هو بنسبه كبيره هيكسب الرجاء، يعني هو هيتصدر. هل الزمالك لو فاز الماتش الجاي ممكن يتصدر بالاهداف؟ لا، في افريقيا المواجهات المباشره، فبالتالي الزمالك خسران من مازيمبي 3-0 في كونغو ومتعادل 0-0 في القاهره، فخلاص حتى لو اتعادل في النقط مع مازيمبي مش هيتصدر المجموعه، الصداره هتفضل لمازيمبي لانه متفوق على الزمالك في المواجهات المباشره. برضو اسئله مين هياخد البطوله؟ لسه بدري قوي، وكمان السنه دي او السنه اللي فاتت شفنا ان فرق جنوب الصحراء او افريقيا السمراء بقت اقوى من قبل كده، يعني فريق زي سان داونز بقى فريق مرعب، فريق زي مازيمبي بتعمل له حساب، يعني كان قبل كده الناس تقول احنا مش عايزين فرق شمال افريقيا بس للفرق المصريه، هي دي بالظبط. الفرق اللي صعبه على الفرق يعني المصريه. دلوقتي في مازيمبي وسان داونز بالذات يعني خلفوا الموضوع ده خالص، وبقوا هما يعني خلاص بيتحطوا في المرتبه، وفرق فرق بتلعب المرتبه كوره الاولى وفرق محترمه. زي الترجي والوداد والاهلي والزمالك، فخلاص يعني بالظبط. كمان زي ما انت قلت بيلعبوا كوره، ما بقاش زي اغلب ازاي مثلا مستوى زيسكو بريميرو دي او اغوستو. بريميرو دي اغوستو اللي شفناه من شويه، لا هم بيلعبوا كوره وعندهم مدرب مثلا بيبقى بقاله كذا سنه مع الفريق وهو اللي بيبني الفريق، وعندهم استراتيجيه السنين قدام، فخلاص الموضوع بقى مختلف للفرقتين دول بالذات. يعني طيب مدحت بيسالنا انتوا ايه رايكم في الاستبدال؟ انت شايف الاستبدال تاثيره ايه على الفريقين المصريين المشاركين في دوري ابطال افريقيا؟ هو يعني بنسبه كبيره الاهلي والزمالك مش هيستفادوا منه بشكل كبير، لان هو في شرط، لان في شرط ان اللعيب اللي هتستبدله يكون ما لعبش ولا دقيقه، واغلب اللعيبه لعبت. اعتقد ان الموضوع ده لو كان اتقال قبل ما البطوله تبدا كان ممكن يقدر الاهلي والزمالك يستغلوه بشكل كويس في انتقالات يناير، بحيث مثلا لو انت عارف ان خلاص ان اللعيب دوت انت مش في حسابات الجهاز مش الفني هتلعب وهيمشي في يناير، خلاص انت مش هتلعبه وهتركنه وتقدر تبدله بعد كده، لكن هما اتفاجئوا بالموضوع ده الاهلي والزمالك. هو يمكن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي صرح قال ان هو في بيصب في صالح الترجي والوداد والولاد. اظن. محمد حسام بيقول لي انتوا زعلانين كده ليه؟ مش زعلانين يا محمد. احمد بيقول لنا الاهلي هيفوز 2-1 وخدوها سكرين شوت ونزلوها والدنيا ايفون. هو بيتكلم اظن على مسابقة التوقعات اللي في الجول بيعملها، بس ما بنديش فيها ايفون يعني. مصطفى عبد العال بيقترح اسمين قلبين الدفاع للاهلي، رامي ربيعة ومحمود متولي، بس انت قلت بس ان فايلر بيفضل ايمن اشرف عشان هو اللي عنده حته اللي هو بيقدر يطلع بالكوره كويس لنص الملعب، فبيدي مساحه لعلي معلول ان يبقى واقف في قدام في ناحيه الشمال، ومثلا الجناح التاني اللي بيلعب معاه يكون يقدر يبقى في العمق، فهو دي الخطه اللي فايلر بيلعب بيها سواء المدافع اليمين او المدافع الشمال. هشام سلمان بيقول ممكن تتكلم على ماتش ريال مدريد وبلد الوليد بكره؟ هو احنا هنتكلم النهارده عن ماتش برشلونه في اخر اللايف، وكمان هنتكلم عن ماتش ريال مدريد وفرص ريال مدريد في صداره الدوري الاسباني. محمد عبد المقصود بيقول لو الاهلي هيكسب اسيك ابيجان وهيصعد. اسيك هو مبدئيا هو اسمه اتغير باسيك ميموزا يعني،
وهو مش في البطولة يعني، حتى هو ما صعدش دور مجموعات، وتقريبا ما صعدش الدور كمان قبل المجموعات مش فاكر. أظن ده كومنت من سنة 2006. ممكن اه. في حد بيسأل مين مو حسين بيسأل مين أفضل للزمالك لو هتختار من الاتنين، سان داونز ولا الترجي؟ اختار انت بقى. لا صعب. هو صعب لان يعني الزمالك سان داونز برضه دلوقتي فريق قوي، والزمالك هيلعب الترجي المفروض في السوبر الافريقي، فهيبقى صعب ان انت يعني مش هيبقى صعب بس هيبقى مش مستحب ان انت تلعب 3 ماتشات ورا بعض مع نفس نفس الفريق المنافس. يعني. ده برضه نفس الحال لو الاهلي وصل صعد اول والزمالك صعد تاني والقرعه عجبتهم مع بعض، فهيلعبوا ماتشين يعني 3 ماتشات او 4 ماتشات ورا بعض، ماتش السوبر السوبر المصري في الامارات، وبعديه ماتش الدور الاول في الدوري، وهيبقى بعديه ماتشين في دور الثمانيه في افريقيا، فهيبقى الموضوع مش مستحب سواء للاهلي او الزمالك يعني ان انت تلعب 3 ماتشات ورا بعض مع نفس الفريق. احمد خليل بيتوقع فوز الاهلي 3-0 بكره. احمد بيسأل بيقول بعيد عن كرة القدم، هل تتوقع فرق مصرية تعمل اداء كويس في البطولة؟ ما هو ازاي بعيد عن كرة القدم كده، يبقى هو في كرة القدم نفسها. في ايمن مصلحي برضو بيسأل ممكن اليوباجي ممكن يلعب؟ اعتقد انه ممكن يلعب بس مش هيبقى اساسي يعني، ممكن ينزل الشوط الثاني لفترة يعني مثلا 30 دقيقة او 20 دقيقة. اصلا ده اول ظهور ليه، وواضح ان فايلر تبع مدرسة ان هو ما بيدفعش باللعيبة فورا، بالظبط اه. صبر كتير على اليو بقى، على اليو ديانج وكهربا لحد دلوقتي ما لعبش اساسي اظن ولا ماتش، صح؟ فاكيد هو هيبدأ بالمضمون يعني اللي هو التشكيل اللي بيلعب معاه الثلاث اربع ماتشات اللي فاتت، وممكن بقى نشوف الشوط الثاني يعني. طيب احمد غالب بيقول لنا يا زكي كلمنا عن المهاجم اللي سجل في برشلونة النهارده، هو يقصد ماكسي جوميز، ويمكن غالب من مكتشفي ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا اللي جاب الجول التاني في برشلونة. ماكسي جوميز النهارده كان هو واخد اللقطات كلها، ضيع ضربة جزاء في الاول وبعدين جاب جول ما اتحسبلوش، الليجا حسبته لجوردي البا لان الكرة خبطت في رجل جوردي البا وهي داخله، بس هو صمم وجاب الجول التاني لفالنسيا. فماكسي جوميز كان موجود في سيلتا فيجو الموسمين اللي فاتوا، كان من ابرز مهاجمين الدوري الاسباني، واتنقل السنه دي لفالنسيا وكان سبب رئيسي في انتصار فالنسيا على برشلونه النهارده. وده ياخدنا لمباراه برشلونه اللي خسرها النهارده برشلونه، اول مره برشلونه يخسر في ملعب المستايا من سنه 2007 في الدوري الاسباني. يمكن فالنسيا في الفتره دي كلها في خلال ال 13 سنه دول كان بيكسب برشلونه بس في ملعب كامب نو مش في ملعب المستايا. انت شايف ان ده انتصار مفاجئ لفالنسيا ولا كان في بوادر بالنسبه لبرشلونه في الماتشين اللي فاتوا تحديدا مع كيكي سيتيان؟ يعني هو تقريبا اول يعني اول ماتش ليهم في الدوري مع المدرب الجديد يعني كسبوا 1-0 بالعافيه قدام غرناطه. تاني ماتش في الكاس برضو لحد الدقايق الاخيره كانوا متاخرين 1 لحد ما جريزمان جاب جونين وصعدوا في الكاس، وكان فريق متواضع جدا ايبيزا، فريق يعني ضعيف جدا. والنهارده الشوط الاول كله يعني اغلب الفرص في الشوط الاول كلها لفالنسيا، ضربه جزاء تير شتيجن كان متالق جدا وكره في شاف العارضه اكتر من فرصه، فكان باين بوادر ان هم حتى في الشوط الثاني ممكن ما يقدروش يستفيقوا، يقدروا يعني يبادروا بالهجوم مع فالنسيا، وده اللي حصل فعلا يعني في الشوط الثاني. أسامة خيري بيقول توقعاتك ريال مدريد هيخسر ولا يتعادل بكرة؟ ريال مدريد بكرة هيتعادل وينفرد بالصدارة أظن. هو ريال مدريد هيلاعب بلد وليد في خارج ملعبه، ملعب خوسيه زوريا، وملعب خوسيه زوريا ده ملعب ريال مدريد ليه ذكريات سيئة فيه جدا قبل كده. ريال مدريد خسر، انا بعتبر ريال مدريد خسر الدوري 2014 في ملعب خوسيه زوريا ده اللي هو الموسم العاشر لو جمهور ريال مدريد يفتكر. ريال مدريد تعادل في الملعب ده 1-1 في اخر جولات الدوري، وكانت دي مباراة مؤثرة جدا في فقدان الصدارة لريال مدريد. وريال مدريد خسر دوري، دي معلومة قديمة بقى قوي، خسر دوري 81 في الملعب ده بشكل غريب بعد ما احتفل بالفوز باللقب، اتضح ان هما اتبلغوا بنتيجة الماتش التاني اللي في نفس الوقت بشكل خاطئ، وبالتالي احتفلوا بدوري هما ما خدهوش، ودي كانت واحدة من اغرب اللقطات في تاريخ ريال مدريد ان هما احتفلوا بلقب ما كسبوش في النهاية. كان في نفس الملعب ده، ملعب خوسيه زوريا، بلد وليد مملوك لرونالدو نازاريو الظاهره طبعا، وواحد من اقل الفرق اللي عندها ميزانيات في الدوري الاسباني يعني، هو تقريبا ما بيصرفوش خالص يعني، او كان السنه اللي الموسم بدايه الموسم اللي فات كانت الميزانيه بتاعتهم صرفوا مليون يورو، مليون يورو بس يعني. ده كان قبل ما رونالدو يمسكهم. هما موقفهم السنه دي في الدوري الاسباني مش احسن حاجه، الموسم اللي فات كانوا انا فاكر كان في كذا اسبوع ورا بعض هم في اول مركزين في الدوري وبينافسوا على الصداره،
لكن السنه دي مش احسن حال. نرجع تاني ماتش برشلونه وفالنسيا. كالعاده برشلونه عمل استحواذ عالي جدا، انا قريت تقريبا الاحصائيه قبل ما اطلع لايف كان 73%، ودي احصائيه عاليه جدا بالنسبه للفريق ما خلقش العدد الكافي من الفرص وخرج خسران من الماتش. قدام ايبيزا برضو برشلونه كان مسيطر بشكل كاسح، قدام غرناطه برشلونه سيطر كتير جدا ومباراه فضلت متعقده لحد الدقيقه 75. ويمكن اعتقد يعني غياب سواريز مؤثر بشكل كبير جدا على الهجوم، خصوصا ان انت يعني كان قبل كده انت بتلعب بميسي وسواريز وجريزمان ومدرب فالفيردي ما كانش يعني كانش عارف يوظفهم بالشكل الصح يعني. فجي مدرب جديد ومعاه اصابه سواريز 4 شهور، فدلوقتي الماتش اللي في ماتش فالنسيا كان معتمد على انسو فاتي، وانسو فاتي لسه صغير ما يقدرش يستحمل يعني هو كون ان برشلونه انه يشيل هجوم برشلونه يعني كون ان برشلونه بيخش الماتش النهارده بانسو فاتي في خط الهجوم ومفيش ولا لاعب هجومي على دكه البدلاء، فده يوضح ان في مشكله كبيره عند برشلونه. برشلونه دخل الماتش النهارده من غير اي خيار هجومي على الدكه، مفيش الدكه ما كانش عليها غير فيدال وراكتيتش هما اللي نزلوا في الشوط الثاني مع لاعب شاب كمان كويادو اليكس كويادو. وكان استبعد هو كارلس بيريز. كارلس بيريز هينتقل لروما بنسبه كبيره، وتقارير بتقول ان سيتيان مش مقتنع بيه او ان هو مش عايزه، فبالتالي سمح له انه يخرج. بس انا وجهه نظري ان انا مش شايف ان ده اختيار صح، حتى وانت مش مقتنع باللاعب انت ما عندكش لعيبه هجوميين كتير، فوجوده مش هيخسر حاجه، ما هوش هيقول لك انا عايز العب اساسي. بالظبط، هو حتى لعب كذا ماتش الموسم ده، ولعب شفناه كمان في ماتش انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا، فكان بيلعب كويس يعني، او لحد ما ممكن يكون بديل يعني، او خصوصا عثمان هو لكن دلوقتي مفيش اي حد هو مترقب رجوع عثمان ديمبلي، لكن هو اللي ما يعرفوش ان بعد ما عثمان ديمبلي يرجع هيتصاب تاني ويركن تاني وهكذا يعني. عادل مكي بيقول لنا بعد صعود الزمالك هل هيكون في قرعه جديده؟ هيبقى في قرعه جديده زي ما احنا شرحنا. حاتم بيسألنا ايه نظام القرعه، نقولها تاني بسرعه. القرعه اوائل المجموعات مع ثواني المجموعات بشرط ان هو ما يقعش مع نفس الفريق اللي كان معاه في نفس المجموعه، يعني الزمالك هيلاعب اول اي مجموعه من المجموعات الثلاثه الثانيه ما عدا مازيمبي، طبعا مازيمبي كان معاه في نفس المجموعه، وعادي مفتوحه ممكن تلاعب فريق من نفس جنسيتك عادي، او يعني اهلي يلعب الزمالك ما فيش اي مشكله فيها، مش زي دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا الدور اللي بعده دور المجموعات على طول الفرق اللي من نفس الدوله ما بيلعبوش بعض. في حد بيسال، حامد عماد بيسال، تفتكر برشلونه هيقدر يستحمل باقي الموسم من غير سواريز؟ انا شايف انه صعب جدا، خساره قاتله لبرشلونه اصابه سواريز وغياب 4 شهور، اصابه طعنه كبيره قوي لبرشلونه. بس هما هيشتروا بنسبه كبيره رودريجو مورينو اللي هو كان بيلعبهم النهارده. رودريجو مهاجم كويس، وانا شايف ان هو لو الصفقه تمت فعلا زي ما الاقاويل يعني بتتردد دلوقتي هيكون ده اكتر تعويض مقبول شويه ممكن برشلونه يعمله في يناير، لان صعب جدا برشلونه يجيب مهاجم كبير في يناير. الكلام كله على اوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، بس مارتينيز هيجي في الصيف مش دلوقتي، انتر ميلان مش هيتخلى عنه اطلاقا دلوقتي، وصفقه كبيره بالحجم ده وبالمبلغ ده مستحيل تحصل في شهر يناير. فاظن رودريجو اللي هو غالبا هيجي اعاره، ورودريجو مهاجم كويس وبيعرف يلعب كوره على الارض وبيعرف يربط مع زمايله، اظن هو الستايل بتاعه ممكن يبقى مناسب لبرشلونه جدا، ممكن يبقى مناسب لكيكي سيتيان. فلو الصفقه تمت هيبقى برشلونه خرج باقل الاضرار شويه من السوق ده، لان هو لو سواريز ما اتصابش ما كانش برشلونه هيخش السوق، لكن مع اصابه سواريز طبعا هم مضطرين يجيبوا مهاجم. طب في ابراهيم زين بيسال، بالنسبه للريال هل هو الاقرب للدوري ولا برشلونه هيفوق مع في الاسابيع الجايه؟ يعني انت شايف ايه في الموضوع؟ يعني هو الدور الثاني لسه بادئ، فبدري جدا بدري جدا نحدد. انا شايف ان مش قبل يعني يبقى فاضل مثلا 10 جولات نبدا نتكلم بقى مين اللي ممكن ياخد الدوري، يكون فرق مثلا 10 جولات ويكون في فرق في النقط يعني، لكن ما ينفعش الفرقين يبقوا ماشيين بالراس براس كده. بالظبط يعني، حتى لو لسه ناقص 10 ماتشات ولسه الفرق زي ما هو زي ما دلوقتي لا نقطه واحده او نقطتين كل فريق بيكسب بيتصدر، لا يبقى الموضوع هيستمر لحد النهايه يعني. تيفا بيقول لها ممكن مهاجم الجديد يلعب بكره، قصده على اليو باجي، هي ممكن يلعب بكره عادي، هو موجود في قائمه الاهلي فعلا اللي اعلنت النهارده، موجود في قائمه المباراه ممكن يشارك عادي جدا. علاء بيتوقع ان الزمالك يقابل سان داونز في الدور ربع النهائي. محمد بيسالنا رايك في اليو باجي، لسه ما شفناهوش يعني بكل بساطه، لسه الراجل ما لعبش، اتمرن بس لمده اسبوع تقريبا بس مع زمايله، مش شفناهوش في اي مباراه، ولما نشوفه مش هنحكم عليه من اول مباراه ولا ثاني مباراه ولا ثالث مباراه، 3 4 يعني سنه مثلا زي فلافيو. مش لدرجه سنه، بس هنحتاج
نشوفه في كذا ماتش. ودلوقتي كده كده في ضغط ماتشات كتير في الدوري المصري، بنلعب كل 3 ايام ماتش سواء الاهلي او الزمالك، فهنقدر نحكم عليه بشكل سريع يعني مثلا بعد شهر او حاجه، لما يكون لعب مثلا 5 او 6 ماتشات نقدر نقيمه ونقيم مستواه، وهل يقدر هو يكون المهاجم الاساسي للاهلي ولا يكون احتياطي وينزل بديل. وطبعا مع ظروف ضغط الماتشات دي بيحصل اصابات وبيحصل ايقافات، فاكيد هيبقى عنده فرصه كبيره ان هو يشارك يعني. مصطفى عبد القادر بيقول لنا ايه سيناريوهات صعود الاهلي. السيناريوهات احنا مفصلينها على الويب سايت على فيلجول دوت كوم بالتفصيل، لكن يعني باختصار الاهلي محتاج 4 نقط او 3 نقط على الاقل، وممكن ما يكفوش يعني. الاهلي لو حصد اقل من 3 نقط في مباراتين رسميا مش هيكون له اي فرص في التاهل، لكن 3 نقط ممكن يبقى فيه فرصه، بيعتمد على نتائج الفرق التانيه برضو، و4 نقط تخليه يتاهل، لان هو مشكله ان الاهلي هيلعب منافسين مباشرين في الجولتين دول، فبالتالي اي خسائر قدامهم او اي فقدان للنقط قدامهم هيزود رصيدهم في المقابل. في حد بيسال اوباميانج افضل حل للبرسا، انت ايه رايك في الموضوع ده بقى؟ هو اسمه ارتبط هو ورودريجو مورينو في الايام اللي فاتت، بس اظن صعب جدا ارسنال يتخلى عنه. رودريجو مورينو وممكن فالنسيا يتخلى عنه اسهل شويه، لكن اوباميانج يسيب ارسنال دلوقتي صعب جدا، وما اظنش ان هم هيسيبوه. يعني لو في يعني امكانيه ان هو يمشي هيبقى بدايه الموسم يعني اللي جاي، لكن دلوقتي صعب جدا يعني. في بقى يعني حد بيسال عن توقعات حول مستقبل هالاند نجم بروسيا دورتموند، منفجر في الدوري الالماني، بيلعب جايب هالاند جايب 5 اجوال في 60 دقيقه في 59 دقيقه بالظبط، وده شيء يعني مش فاهمينه يعني. تقريبا 12 دقيقه كل 12 دقيقه بيجيب جول، نزل بديل في اول ماتش جاب هاتريك، نزل بديل في تاني ماتش جاب جولين، كان بيسجل بمعدلات عاليه جدا في الدوري النمساوي. احنا اعتقدنا ان هو عشان الدوري النمساوي ضعيف نوعا ما، لكن هو في الدوري الالماني لسه بيسجل بنفس المعدلات، وبالشكل ده ممكن يحصل ليفاندوفسكي بقى ولا ايه؟ لا اعتقد صعب يعني. صعب طبعا. جاب جون النهارده في ماتش شالكا اللي شغال، هو زمانه جاب دلوقتي 4 اجوال ليفاندوفسكي، واحنا في اللايف في الماتش 2-0، ف ممكن يكون هو اللي جاب الجول التاني. لا مش عارف بقى لسه، نعلق ريهان. طيب في حد بيسال عبده الزهيري بيسال ايه هيكون مصير فايلر لو طلع من دوري الابطال. اعتقد ان هو هيكمل يعني، حتى لو طلع من دوري الابطال هيكمل، هو واضح ان هو عنده يعني مشروع في الكوره مع النادي الاهلي بيبدأ يطبقه في السنه ديت في اول سنه، فاعتقد ان حتى لو خرج بالمستوى اللي شفنا عليه الاهلي في الماتشات اللي فاتت في الدوري، او في الدوري مستوى عالي، في دوري ابطال افريقيا مش قد كده، بس ممكن يكون لسه برضه راجع يعني قله خبره المدرب في ماتشات افريقيا، فاعتقد ان هو هيكمل وهيكون مجلس اداره ممكن يجدد له لموسم كمان، بحيث ان هو السنه الجايه يبقى خد خبره اكتر ويقدر يعني ينافس بشكل اكبر على البطوله يعني. هو ده بقى اللي بيحدده كمان، الخسائر بيحددها هل انت بتلعب كويس ولا بتلعب وحش. يعني لو انت مدرب بتلعب وحش وخسرت خلاص ما فيش حاجه بتشفع لك، زي حاله برشلونه مثلا ارنستو فالفيردي مع اول خساره بس واول بطوله خسرها تم الاطاحه بيه فورا، لان هو ما عندوش اساسا مستوى كويس يشفع له. فايلر في المستويات اللي قدمها اول الموسم مع الاهلي خلت فيه ثقه شويه فيه من الاداره، وخلت ان هو خساره دوري ابطال افريقيا ممكن ما تبقاش كارثه لو هو هيبدا يبني مشروع ويبني فريق قوي متماسك. حتى لو يعني لو خرج زي ما حد بيتوقع يعني، ما يكونش الخروج شكله مش يعني شكله مش وحش يعني، ما يبقاش مثلا خروج زي السنه اللي فاتت من سان داونز. لا يعني لو مثلا كسب ماتش على ملعبك 2-1 وراح بره خسر 2-0 او 1-0 وخرج بالطريقه دي، ممكن نقول يكمل، لكن لو خساره طبعا كبيره او كده، ساعتها بقى الاداره بتبدا تبحث بقى تشوف اسباب الخساره ديت ايه، وتشوف بقى تقيم وضع المدرب وهل يستمر ولا لا يعني. سمير غانم بيقول ممكن تقول اسمي انا قلت يعني. احمد عبد الله بيقول الحمد لله الزمالك صعد. علاء ربيع بيقول مباراه الاهلي وهلال هتلاقي في السودان ولا خارج السودان؟ هتلاقي في السودان حتى الان يعني. سعيد بيسالنا رمضان صبحي هيلعب بكره ولا لسه مصاب؟ رمضان لسه اوت. لا رمضان لسه ممكن يلحق ماتش الدوري اللي بعد يعني، لا ممكن يلحق ماتش الهلال بقى، لان الاهلي هيلعب مع النجم وهيريح اسبوع يلعب مع الهلال على طول، مش هيبقى في ماتش دوري في النص، فممكن يلحق ماتش الهلال في السودان.
حامد عماد بيقول معلومة مهمة، بيقول تفتكر يا زكي الريال هيكسب بلد وليد اللي مخسرش غير مرة واحدة السنة دي على ملعبه؟ أنا مش متأكد معلومة يعني، بس أنا شايف فعلا بلد وليد على ملعبه ند قوي وخصم لا يستهان بيه. ومشكلة كمان إن أنا كمشجع لريال مدريد عارف إن دايما ريال مدريد وبرشلونة نتايجهم بتتأثر ببعض، يعني غالبا ممكن تلاقي واحد يخسر التاني تاني يوم يخسر وده عادي، حصل كتير السنة دي حصل كمان. كتير السنة دي والسنة اللي فاتت. فنظريا بلد وليد خصم اضعف من فالنسيا، يعني برشلونه لاعب فريق اتقل من ريال مدريد في الجوله دي، لكن ممكن ريال مدريد يتعثر، وكمان ريال مدريد عنده الجوله اللي بعديها اتلتيكو مدريد، ففي كل الحالات يعني ريال مدريد ممكن يتعثر في الجوله دي او اللي جاي. في مصطفى الشافعي بيسأل اخبار حجازي ايه؟ هو حجازي لعب من شويه ماتش ضد ويست هام في دور ال 32 في كاس انجلترا وكسب 1-0 وصعدوا لدور ال عيد ميلاده 16 النهارده اظن. وعيد ميلاده النهارده. علي بيقول لنا هل يستمر كيكي سيتيان مع برشلونة؟ لسه مبكر جدا، بس انا يعني كان عندي رأي كده وكنت متحفظ شوية في ان انا اقوله في بداية ما هو مسك. انا كنت شايف كيكي سيتيان مدرب للمتعة مع بيتيس ومع لاس بالماس، لكن هو فعليا ما حققش حاجة كبيرة جدا مع الفريقين دول، رغم ان هو وصل فريقين للفلسفة اللي هو عايزها بالظبط، ووصل فريقين ان هما بيقدموا كرة ممتعة جدا وكرة مليئة بالاستحواذ والفرص لكن في الاخر كان ده بيحصل لفترات زمنيه قصيره، يعني مع لاس بالماس هو مسكهم في نص موسم انقذهم من الهبوط وقدموا دور تاني ممتاز خارق يعني، وبدا الموسم التاني كويس جدا وبعدين الكيرف نزل، يعني ما لحقش حتى يعمل سنه ميلاديه كامله كويس. ومع ريال بيتيس بدا موسم الاول بشكل سيء، اتحسن مع الدور التاني ووصل الفريق لمركز خامس تقريبا وتاهل يوروبا ليج، والموسم التاني كان سيء جدا وفنشه في مركز عاشر، فحتى الفترات اللي هو عمل فيها ده كويس ما فيهاش استمرارية كبيرة وما فيهاش عدد شهور طويل أو موسم كامل مثلا متماسك، وتجاربه الكويسة قليلة لأن قبل كده كان مدرب في درجة تانية أو تالتة، فبالتالي ما فيش تاريخ فعلا تقدر تستند عليه إنك تشوف شيء إيجابي أكتر من هو اللي بيعتنق فلسفة يوان كرويف واللي هو السبب الرئيسي اللي برشلونة جابه عشانه. فانا شايف، انا كنت شايف ان هي مغامره كبيره جدا ان سيتيان يجي بصراحه، وكنت شايف وجهه نظري ان اقاله فالفيردي كان لازم تكون مرتبطه باسم اللي هيجي مكانه، ما ينفعش انت تقيل الراجل وبعدين تشوف تشابي هيجي ولا لا، طب كيكي سيتيان بقى تعالى، انت لازم تكون مقرر انت لو مشيت اللي عندك ده مين اللي هيجي بالظبط، ولو انت مقتنع بقاله فترة 100%. بالظبط من بعد الإقالة يعني كام يوم كده يعني تحس إن هما لسه بيدوروا إحنا هنجيب مين أو هنتفاوض مع مين. الكلام بدأ مع تشافي وما تمش وبعد كده راحوا لكيك ستين. حامد بيقول لي انا تفتكر برشلونة هيقدر يستحمل باقي الموسم من غير مهاجم غير سواريز؟ انا قلت ان هي ضربة قوية جدا لبرشلونة، مش بس عدديا كعدد الافراد في خط الهجوم، لا كمان لويس سواريز مهاجم لا يمكن تعويضه باي حال من الاحوال، مهما كان ان هو مش في فترات كان بيصوم تهديفيا فيها في الدور الاول والجمهور كان بيصفر عليه وبعدين ينفجر الماتش اللي بعده ويجيب بعده اهداف كبير ويستمر يجيب اهداف كتير بعديها، فسواريز مهاجم مستحيل يتعوض، وانا شايف ان سواريز من افضل اللاعبين في تاريخ برشلونة لان هو عمل المعادله الصعبه جدا ان هو لعب جنب ليونيل ميسي وخدم عليه كويس قوي وفي نفس الوقت جاب عدد اهداف مش طبيعي، فاظن سواريز اساسا الهداف الثالث التاريخي لبرشلونه كمان او في الرابع حاجه. ابراهيم السعيدي بيسأل ايه رأيكم في ماتش برشلونة والنابولي نابولي خصوصا ان الفريق اللي هزم ليفربول يعني هو نابولي بس كان كسب الفريق الدور المجموعات بس ده نابولي نابولي انشيلوتي دلوقتي انشيلوتي غير نابولي جاتوزو، جاتوزو بتاع دلوقتي. نابولي موقفه صعب جدا، يعني انشيلوتي جاتوزو اول ماتش اول 5 ماتشات مسكهم خسر 4، وده هو نتائج اصلا سيئه ممكن جدا، ما يلحقش ماتش برشلونة. يعني انا كمشجع لريال مدريد بتمنى ان هو ما يلحقش ماتش برشلونه وان هو يخسر. هو يلعب يوفنتوس الويك اند ده، وكان بس هو كان خرج لاتسيو من الكاس من يومين تقريبا او 3 ايام، فده كان ممكن يطول نفسه شويه مع نابولي، ولكن انا شايف ان جاتوزو ما عندوش المؤهلات الكافيه اللي تخليه ان هو يعصلك مع برشلونه في دوري ابطال اوروبا، خصوصا ان حاله فريق نابولي سيئه جدا. لكن انشيلوتي كمدرب خبير في دوري ابطال اوروبا وكمدرب وصل النهائي كذا مره وكسب بطوله كذا مره ومدرب يجيد في البطولات القاريه، كان ممكن يبقى عندهم فرصة أكبر يعني حتى لو هو مستوى حتى فريق يظهروا سيء معاه حتى يظهروا بشكل كويس شوية يعني. كان ممكن الفريق يظهر بشكل كويس، وبدليل ان هو الفريق الوحيد اللي عرف يتغلب على ليفربول السنه دي هو نابولي. بالظبط كسب في دور المجموعات. بايرن جاب الجول التالت، تفتكر ليفاندوفسكي ولا؟ احنا هنعرف مين دلوقتي. عادل بيقول كنا نتمنى فوز الزمالك امس، يعني في كل احوال الزمالك ضمن تاهله خلاص، فمش نتيجه كارثيه يعني.
محمد غريب يقول مدرب برشلونة الجديد مش قد كده، مش عايزين نتسرع برضو يعني، هو في الاول واخر لعب 3 ماتشات بس، فمش عايزين نتسرع، ودايما الاحكام بتبقى بتتبني للاسف بسرعة جدا في كرة القدم، مش على ماتش ولا ماتشين، لا بتتبني احيانا على شوط يعني. الناس بعد اول 10 دقايق في ماتش غرناطة تقريبا الناس كانت مبسوطة، وبعدين لما الوقت عدى شوية وما جاش جوال بالظبط. يعني رجعوا. الجول اتأخر لحد الدقيقة تقريبا 70 أو 75، فكان يعني الناس قاعدة قلقانة هل هيقدر يكسب أول ماتش ليه مع برشلونة ولا لأ، بس في الآخر كسب برضه يعني. علي بيقول لها مين الفرق اللي تأهلت من دوري الأبطال؟ مجموعة الزمالك، مازيمبي مازيمبي والزمالك، صن والزمالك، داونز سان والوداد، داونز والوداد والترجي. الترجي، ومفيش لسه فاضل 3 مقاعد. مجموعة الأهلي هي المجموعة الوحيدة اللي لحد دلوقتي لسه ما اتحددش يعني بشكل رسمي الاثنين اللي صعدوا يعني. ومش هيتحسم حتى لو بالظبط. عدوا يعني يعني. بكره يعني بنسبه كبيره هنعرف الفريق من الاثنين اللي هيصعدوا. عبد الرحمن بيقول لك بحبك يا كابتن عمرو. محمد بيقول لها نادي 6 اكتوبر اتعاقد مع لاعب عمره 75 سنة. كانت المعلومه جديده. محمد، احنا كنا عاملين تقرير عن مع عز الدين عايز اللي هو الدين اللاعب اللي هو اللاعب المصري اللي المفترض ان هو يبقى اكبر لاعب في اكبر تاريخ لاعب في تاريخ كرة الكورة يعني. القدم يعني، لما ويدخل موسوعة جينيس، وهو اتعاقد مع نادي 6 اكتوبر، ومفروض ان هو يلعب معاهم ماتشين في دوري القسم الثالث المصري، ماتشين كاملين 90 دقيقة عشان يقدر يدخل موسوعة جينيس يعني. وكان في الجول هو اللي متبني القصة دي كلها من اولها يعني. علي بيقول لها ايه مصير اريكسن؟ اريكسن على شفا الانتقال لانتر ميلان، ممكن الصفقه تتم في اي لحظه يعني، لان الفريقين اتفقوا حتى على القيمه الماديه للصفقه. في سعيد اورا بيسأل الريال هيعمل صفقات في يناير؟ لا مفيش ولا صفقه هتعمل في يناير، هو اتعمل صفقه واحده اللي هي رينيار اللاعب البرازيلي، بس هو لاعب لعيب شاب شاب عنده 18 سنه فمش هينضم للفريق الاول حتى، لكن مفيش اي صفقات في يناير، وريال مدريد مش متعود ان هو يعمل صفقات في يناير. احمد بيقول ايه مصير برشلونه من غير ميسي، سواء بقى مع كيكي او غيره؟ ولو ميسي اعتزل يعني مش قادر اتخيل بصراحه برشلونه من غير ميسي، يعني مش عايز اقول انا ايه شايف مصيره، انت ايه رايك يعني؟ هو خليني اكيد اتنحى يعني. انا على اجابه. لا هو اكيد يعني، هو يعني احنا شفنا في ال3 سنين اللي فاتوا مثلا ميسي هو يعني ابرز واحد في برشلونه. لا مش ماتشات ابرز واحد في هو برشلونه ميسي، هو برشلونه، برشلونه. هو برشلونه يعني ماتشات كتير بتبقى يعني خلاص الدنيا خلاص ممكن يخسروا او يتعادلوا، هو لحد ما ميسي بيقرر ان هو لا احنا انا هجيب جون وهنكسب مثلا، او انا هجيب جون ونتعادل او مش هنخسر وهكذا بقى. فالموضوع بعد ميسي وخصوصا في حالة اللي هو مفيش مدرب يعني عنده مشروع كبير ايوه او بطل مشروع على طويل المدى، لا مش لدرجة ان هم هيبطلوا هي صار علوه. هيبقى الموضوع صعب يعني. اكيد بعد ميسي هيبقى محتاجين اول حاجة مدرب عنده مشروع طويل، زي مثلا مشروع جوارديولا اول ما مسك برشلونة على مثلا مدار 5 او 6 سنين ويفضل مستمر ويبدأ بقى يبني مشروعه دوت لحد ما يشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. لكن اللي هو كل سنة او كل سنتين المدرب بيتغير، دي الموضوع بيبقى صعب جدا عليه. تبقى قابلني بقى. فتحي بيقول سؤال كروي خارج الحلقة، امتى نقول الليفر حسم الدوري؟ يعني قول الوقت خلاص دلوقتي اهو، ممكن دلوقتي، قبل الماتش اللي فات كمان، ممكن اول امبارح، وممكن كمان بعد ماتش الخميس هيكسبوا، هيلعبوا ويست هام، ايا كان اللي هيلعبوه هيكسبوا، هيكسبوه وخلاص يعني، قول مبروك خلاص. بس هو رسميا مفترض ان هو ممكن هيبقى في شهر يكسبوه 3 يعني لو افترضنا ان هو كسب كل ماتشاته ومانشستر ومانشستر سيتي سيتي كسب كسب كل كل ماتشاته، ماتشاته هيبقى بالظبط يوم 5/4، بس طبعا نفترض ان مانشستر سيتي مش هيكسب كل ماتشاته، وماتش 5/4 ده او 6/4 مش فاكر التاريخ بالظبط، هيكون قدام مانشستر سيتي بالمناسبه، يبقى بعد 9 ماتشات لليفربول، ليفربول محتاج ممكن بنسبة يعني 27 نقطه دلوقتي، محتاج يكسب كل الماتشات وسيتي يكسب وسيتي يكسب كل كل الماتشات ماتش، عشان الحسم يبقى قدام سيتي. لكن ممكن لو ليفربول سيتي يكسب كل وقع ماتشات، ممكن الحسم يبقى قبل كده. ممكن الحسم يبقى في مارس، وفي الحالتين هيبقى رقم قياسي ما حصلش قبل كده، هيبقى قبل لو ماتش مثلا ماتش سيتي ده هيبقى قبل 6 جولات كامله من النهايه، والرقم القياسي باسم مانشستر يونايتد كان 5 جولات اظن في بدايه القرن ال21. في محمد شحاته بيسأل شايف ان ارتيتا هيعمل مع ارسنال زي ما كلوب عمل مع ليفربول، وبتوقع ان اوبا يخرج في يناير يعني، اوباميانج مش هيمشي في يناير خلاص الموضوع صعب جدا. ارتيتا هيعمل مع ارسنال زي كلوب يعني؟ ممكن، بس بشرط ان يبقى عنده تدعيمات كتير، وتدعيمات كل موسم يبقى عنده صفقة او صفقتين لعيبة كبيرة، لعيبة بحجم محمد صلاح بحجم ساديو ماني وبحجم فان دايك، ويستمر بقى باللعيبة ديت ويبدأ يدعم كل سنة وهكذا لحد ما يبني فريق جديد تماما غير الفريق اللي موجود دلوقتي خالص، لان الفريق اللي موجود دلوقتي دوت ما
هو انا عندي رأي، عندي نقطتين ممكن اقولهم في الموضوع ده. اولا يورجن كلوب كان مدرب جاي ليفربول عنده مشروع كامل ناجح مع بروسيا دورتموند، يعني حتى لو احنا نسينا ممكن اداء الفريق الاسطوري مع ليفربول دلوقتي منسينا شوية، لكن كلوب عمل انجاز مش طبيعي مع دورتموند. دورتموند اكتسح المانيا، اكتسح المانيا فعلا اللي هي فيها بايرن ميونخ، ودورتموند وصل نهائي دوري ابطال اوروبا، وكان كسب فريق الدوري السنتين ورا بعض، وكان فريق وكسب متماسك السوبر كذا جدا. سنه والكاس فكلوب فعلا كان عنده تجربه ناجحه كبيره قبل ليفربول، لكن ارتيتا اول فريق يمسكه في حياته هو ارسنال. تاني حاجه، كلوب ما وصلش للي هو فيه مع ليفربول ده بين يوم وليله، بالعكس يمكن بعد سنه مثلا او سنتين من توليه المهمه في ليفربول الناس كانت بدات تتكلم تقول طب هو احنا فرقنا ايه عن فتره براندون روجرز دلوقتي، او ايه الاضافه، ويجوا يحسبوا النقط لو ان مفيش فرق كبير في النقط. لدرجه ان الموسم اللي ليفربول وصل فيه نهائي دوري ابطال اوروبا وخسر قدام ريال مدريد اللي هو من سنتين بس بالمناسبه مش من فتره بعيده، يعني ليفربول كان ممكن ما يتاهلش لدوري ابطال اوروبا السنه اللي بعديها، من المركز الرابع ولحد اخر ماتش في الدوري كان لحد محتاج اخر ماتش يكسب كان ممكن ما يتاهلش. وفي كسبه يعني في الاخر وتاهله، يعني كان المنافسه مع توتنهام ساعتها فاللي حصل او كان النهارده مع ده تشيلسي مش فاكر. اللي حصل النهارده ده ما حصلش بين يوم وليله، يعني ليفربول ما اصحاش، كلوب ما اصحى ما مسكش ليفربول والجمهور اللي صحي تاني يوم لا ليفربول اتغير وحاله اتقلب، بالعكس اضطر ان هو يغير كتير في تشكيل الفريق ويعمل اضافات ويتعرض لاخفاقات. جمهور ليفربول ما اكيد ما ينساش ده خساره الدوري الاوروبي قدام اشبيليه اللي كانت خساره صادمه بالمناسبه ليهم. يعني في شريف سعيد بيسأل مين افضل لاعب في الدوري الانجليزي السنه دي؟ يعني اعتقد ان هو سؤال لحد دلوقتي سؤال صعب يعني. اي يعني هقول اي هقول فريق ليفربول، مش هقول لعيب منه، بس فان دايك بصراحه عامل مستوى فان كالعاده دايك يعني. وارنولد عاملين مستوى رهيب يعني. وأداما تراوري، أداما تراوري يمكن ظاهرة السنة دي وعامل موسم ممتاز جدا. أنا قبل كده ما كنتش بحب أداما تراوري أو شايفه إن هو لاعب مجرد بودي بيلدينج وخلاص وعضلات وسرعة على الفاضي، بس هو السنة دي قراراته بقت أحسن شوية وعرضياته بقت مظبوطة والشوط على الجون بقى عنده حتى أكتر. وقت المشاركة بتاعته بقى أكتر يعني. السنة اللي فاتت ما زي ما كانش أنت قلت أساسي أصلا، كان عنده حاجات كتير ناقصاه لسه في الملعب، فعشان كده ما كانش بيلعب عدد دقايق كتير. السنه دي بقى يلعب عدد دقايق كتير وجسمه اتملى اكتر وبقى عنده عضلات اكتر، ف زي ما احنا شايفين كده يعني. يا عماد بيقول لك يا عموري بنحبك والله وبنحب وجودك على تويتر، كمان ليك فانز على تويتر طبعا. ايه اكيد يعني. اكيد. تتوقع مين المتأهل من مجموعة الأهلي؟ نتمنى طبعا الأهلي، بس هي مجموعة طبعا هي اتضح إن هي دي أقوى مجموعة في دور المجموعات من رأيي، لأن هي فيها 3 فرق مؤهلين ان هم يكسبوا، وثلاث فرق بيتبادلوا الفوز على بعض، يعني حتى الهلال هزم النجم في تونس والنجم هزم الهلال في السودان. فالمجموعات اللي بتبقى صعبه فعلا هي اللي بيبقى فيها كذا فريق بينافسوا على الصداره مش فريقين بس. واعتقد لحد دلوقتي هي اكتر مجموعه فيها منافسه على بدليل ان هي المجموعه الوحيده اللي ما اللي اتحسمش فيها في اي حاجه اي بالظبط. مقعد. يعني مين المهاجم اللي يبدا ماتش الاهلي بكره، انت ايه رايك؟ واعتقد ان فايلر هيلعب بنفس التشكيل اللي بيلعب فيه الماتشات اللي فاتت، اللي هو مروان محسن واجاي وحسين الشحات، هيبقى دول الثلاثه بتوع الهجوم يعني. محمد بيقول لنا عايز اعرف رايكم في بيبي ومارتينيلي لاعبين ارسنال. طبعا يمكن مارتينيلي دخل له جمهور ارسنال بالجول الجميل اللي جابه، وهو عامل موسم يعتبر كويس، اظن جاب 10 اجوال السنه دي، جاب جول حلو قوي في تشيلسي كانت هجمه مرتده في ماتش الديربي من كام يوم، كانت يعني اتزحلق قدامه وواحد بيصعب عليه كانت لما يحصل له الحاجات دي. يعني هو كانت لعيب مستواه تقريبا ثابت يعني من ساعه ما ظهر في ليستر سيتي لحد ماتش ارسنال هو مستواه ثابت. لحد ماتش ارسنال دي تقريبا اول غلطه يعمل او اول غلطه كبيره نشوفها لكانت يعني. بيبي رايي، بيبي طبعا نجم منتخب كوت ديفوار جاي في صفقه كبيره لارسنال في الصيف، بس حاله الفريق كانت سيئه جدا في الدور الاول، ما نقدرش ان احنا نحكم عليه او نقول ان هو ما ظهرش بالشكل الكافي او ان هو مش على قدر التوقعات. لازم الاول يبقى الفريق كله كويس او متماسك وبعدين انت تقول اللعيب الفلاني ده مش كويس، لكن ما ينفعش يبقى الفريق كله وحش وانت تيجي تقول الفلان ده وحش، او كل واحد بقى يمسك اللعيب اللي على مزاجه ويطلع عليه بقى اللي هو مين امينو. ايه رايك فيه؟ مين امينو نزل خد دقايق لعب كبيره في اخر ماتش قدام ولفرهامبتون لما ساديو ماني اتصاب، بس ما قدمش اي مردود يعني. بس هو لعب بخصائص مختلفه شويه عن ساديو ماني، هو مش سريع قوي زي ساديو ماني، او يعني هو مش زي ساديو ماني يعني من اخر، هو ماني طبعا من احسن لعيبه العالم دلوقتي. ومن امينو بيقضي اول موسم ليه في الدوري الانجليزي او اول فعليا اول شهر ليه في الدوري الانجليزي، فاظن هو لسه محتاجين نصبر محتاج عليه كتير جدا. في حد كان بيسال
مصطفى الشافعي، مين في وجهة نظركم احسن مهاجم صريح في العالم في الوقت الحالي؟ هالاند الراجل جايب 5 جوان في 60 دقيقة. يمكن هو على فكرة بقى عموما، في بعيدا بقى عن هزار يعني، اكيد مش هالاند، هالاند لسه ما عملش استمرارية عالية يعني، بس هو عدد المهاجمين الصرحاء الكويسين في العالم فعلا قليل في الزمن ده يعني. مثلا لو انت جيت من 20 سنة او من 15 سنة، لا يعني اتكلم في مهاجمين كتير يعني. تخيل مثلا واحد زي ايفان زامورانو ما كانش مهاجم صف اول بالنسبة لباقي المهاجمين اللي كانوا موجودين معاه في جيله، مثلا اللي هم رونالدو وباتيستوتا واسماء كبيرة جدا. لكن لو مثلا زامورانو، انا متأكد لو هو موجود في جيلنا ده كان هيبقى مهاجم مش طبيعي. لكن تبص على سواريز خلاص فوق ال 30، كريم بنزيما فوق ال 30، ليفاندوفسكي فوق ال 30، هو اللي مهاجمين جاي يعني، التسعة او اللي هو يعني موجود دلوقتي وتقريبا مستواه ثابت الكام سنه اللي فاتوا، هو هاري هاري كين. كين. هاري كين طبعا مصاب وغايب عن توتنهام، وبيحاولوا يجيبوا مهاجم مكانه، وكان في كلام على ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد، بس الصفقة معقدة شوية. وعندهم بدائل أظن، في لعيبة في الدوري الألماني هم متارجتينهم، بس هاري كين لعيب برضه لا يعوض في توتنهام يعني. زي ما برشلونه متأثر بغياب سواريز، على الأقل برشلونه عنده ميسي، لكن توتنهام هاري كين كان شبه الكل في الكل يعني، في السنين الأخيرة في توتنهام، خصوصا في الدور الأول الفريق كان فيه سيء. هو يعني حتى في الماتشات اللي فاتت بيحاول مورينيو بيحاول يوظف لوكاس مورا في المركز ده او سون، بس برضو الفريق ككل فيه يعني عندهم حاجة غلط يعني. عماد بيقول هل زيدان مهتم بالفعل بساديو ماني؟ ده حقيقي، زيدان كان يعني مهتم بساديو ماني من الولاية الأولى ليه يعني. بعد آخر موسم لزيدان كان في تقرير إن هو كان متكلم مع الإدارة في ريال مدريد على ساديو ماني، بس رحيله طبعا عطل الصفقة لأن هو اللي كان طالبه، أو خلاص ريال مدريد غض النظر عن ماني. دلوقتي الكلام ممكن يرجع عن ماني تاني لأن زيدان مقتنع بيه جدا. في زكريا بيسأل ليش صلاح احتفل بجنون بعد هدف في مانشستر يونايتد مع ان المباراة كانت منتهية؟ قول له ليه بقى. اعتقد عشان يعني دي اول هدف ليه يجيبه في مانشستر يونايتد، كان سجل تقريبا في كل الفرق اللي لعبوا قدامها في الدوري الانجليزي الا سوانزي سيتي ومانشستر يونايتد واستون فيلا. واستون فيلا، فطبيعي ان هو لما يجيب جون في مانشستر يونايتد، خصوصا ان لعب قدامهم كذا مرة وما قدرش يسجل فيهم، فطبيعي ان هو يحتفل الاحتفال ده يعني. هو مانشستر يونايتد وليفربول ندية كبيرة جدا في انجلترا، طبعا ده وديربي كلاسيكو تاريخي انجلترا يعني. واكتر فريقين متواجدين بالدوري الانجليزي، فحتى انا بعتبر ان ندية لمانشستر يونايتد مع ليفربول اكبر من نديته مع مانشستر سيتي اللي هو جاره في المدينة. فالمباراة كان فيها اجواء ساخنة، وكمان صلاح ما كانش سجل في مانشستر يونايتد، واضح ان هو كان واخد الموضوع تحدي، والجول جه في الدقيقة 93 تقريبا، فكان يعني اظن احتفاله طبيعي يعني عادي يعني، ان هو يحتفل احسن من ان هو ما يحتفلش اظن. ناخد اخر كومنت بقى عشان طولنا على الناس. اختار لنا انت بقى اخر كومنت. في حد بيسأل، في محمد حد بيسأل تاني، لو الاهلي خرج من افريقيا مين هيكون السبب بعيد عن الاصابات؟ لو خرج من افريقيا في دور المجموعات اعتقد دي هتبقى يعني الموضوع يعني كل الناس ممكن تتحمل المسؤولية يعني، كلعيبه وكمدرب وككل حاجه، لان انت الماتشين اللي هيكونوا ضيعوك يعني او خرجوا الاهلي يعني، على لو خرج من دور المجموعات هيبقى هو ماتش النجم الاولاني وماتش بلاتينوم اللي خلص 1-1. وطبعا ان انت هيبقى لسه لو خرجت من البطوله ده معناه ان انت لسه مش هتكسب، مش قادر تكسب النجم ومش قادر تكسب الهلال، فطبعا اكيد الجهاز الفني والمدربين واللعيبه يتحملوا المسؤوليه. لكن لو بعد كده بقى لسه هنشوف الادوار اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل فيها يعني، لان في الادوار الجايه في منافسين اقوى من الموجودين معاك بالظبط. في الموضوع هيكون حتى الاهلي رجع رمضان صبحي، ولو في لعيبه تانية مصابه تكون رجعت، طبعا حمدي فتحي لاخر الموسم مش هيكون رجع، بس هيكون الشكل افضل من كده يعني. ماشي، احنا كده خلصنا، اتكلمنا النهارده عن تاهل الزمالك الرسمي للدور الثاني في دوري ابطال افريقيا، وتعاقد مجموعه الاهلي اكتر بعد فوز الهلال على بلاتينوم القاتل في اخر دقائق المباراه، والهزيمة المفاجأة لبرشلونة في ملعب فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني، وهزيمة حطت الصدارة على طبق من ذهب لريال مدريد اللي هيلعب بكرة قدام بلد الوليد، وعنده فرصة بالانفراد بالمركز الأول لو كسب أو اتعادل. احنا كده خلصنا، شكرا يا عمرو. شكرا زكي، شكرا لكم.